أستهل هذا اللقاء لأقدم لحضراتكم جميعاً عاطر التحيات والمباركات من إخوانكم في الكتلة الإسلامية. أما التهنئة الخاصة فهي إلى الرجل الغائب عنا جسداً، الحاضر فينا حباً ووفاء، الرجل الذي ملأ اسمه أنحاء الأرض وذاع صيته في ربوع العالمين. هذا الرجل الذي يكرم اليوم اثنين من أبنائه المتفوقين، من بين هؤلاء المتفوقين الطالب المتفوق بهاء والطالب المتفوق خالد، ابن القائد المجاهد الكبير أسطورة الجهاد والمقاومة الشيخ المجاهد أبو خالد محمد الضيف.